الموجز الاقتصادي من الرافدين، أهلا بكم. استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد، فيما ارتفعت أسعار الصرف في كردستان العراق. مصادر محلية قالت إن بورصة بغداد سجلت 145,500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما شهدت أسعار الدولار في كردستان العراق انخفاضاً عن يوم أمس لتصل إلى 145,600 دينار لكل 100 دولار. كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية عن ارتفاع نسبة القروض المقدمة من المصارف إلى المواطنين والشركات بنسبة 15.5% خلال العام 2020 على أساس سنوي، وأكد المدير التنفيذي للرابطة علي طارق أن الديون المتعثرة لدى المواطنين ارتفعت بنسبة 6.47% لتصبح 4.43 تريليون دينار، وهو رقم كبير جدا بذمة المقترضين للقطاع المصرفي. وأكد طارق أن زيادة الديون المتعثرة قد تجبر المصارف على فرض المزيد من الإجراءات مقابل منح القروض، وهو مؤشر مقلق جدا ويؤثر على عمل القطاع المصرفي التنموي بحسب وصفه. أفادت مصادر تجارية بأن العراق احتل المرتبة الأولى كأكبر مورد للنفط للهند في شهر شباط من العام الجاري. وأظهرت البيانات أن العراق ظل أكبر الموردين للهند على الرغم من نزول المشتريات بنسبة 23%، وهو أدنى مستوى في 5 أشهر عند 887,500 برميل يومياً. في المقابل أظهرت البيانات انخفاض واردات الهند من السعودية 42% مقارنة مع كانون الثاني إلى أدنى مستوى في 10 سنوات عند 445,200 برميل يومياً. أفاد البنك المركزي المصري بأنه سيبدأ في طباعة النقود البلاستيكية في منتصف العام الجاري. وقال البنك المركزي أنه يحق للمصريين استخدام النقود البلاستيكية بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية. وأكدت وسائل إعلام مصرية أن البنك المركزي يسعى للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود، ومنها النقود البلاستيكية. أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا فضلي أن أكثر من 1,000,000 شخص فقدوا وظائفهم في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا. وأشار الوزير الإيراني إلى أن الوباء ألحق ضرراً واسع النطاق باقتصاد البلاد، وأدى إلى خسارة أكثر من 1,000,000 شخص لوظائفهم. وسجل الاقتصاد الإيراني خلال العام الماضي انكماشاً بنسبة 7% وسط استمرار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران. شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.